الو الو يا حاج عز. ايوه محمود بيه مع حضرتك يا دكتور. اتفضل. طمنا على المؤتمر اللي عملتوه النهارده او اللي عملوه المصدرين، عملوا ايه اللي طلعتوا منه بايه؟ والله هو الاول بس بدايه المؤتمر ما كانش مدعي ليه من مجلس التصدير ولا حاجه، ده هو كان احد المصدرين دعوا. ما انا عارف الحاج سلامه، ما انا قلت الكلام ده، فانا كنت رايح زائر بس مش اكتر، مش في صفتي في المجلس يعني. نعم ماشي. نعم ده رقم واحد. طبعا كان برضو الحضور بسيط شويه، طبعا كلام يعني عدد بسيط اللي حضر. ماشي. وبعدين هو الاليه حضرتك بتاع وزاره الماليه برضو الخطوط الرئيسيه اتحطت، بس التفاصيل لسه مش عندنا عشان نعرف نتكلم فيها. نعم. قد تكون التفاصيل مجديه للكل برضو، ممكن احتمال كبير. نعم. ولكن احنا نامل ان تبقى مجديه، لان هي المتاخرات حضرتك للناس بتوع البصل اذا ما خدهاش بشكل او باخر هتاثر تاثير جامد، مش في البصل بس حضرتك، في البصل. ما انا كنت عاوز اقول ده يا حاج عز، دي متاخرات لكل القطاعات التصديريه. وخاصه القطاعات التصديريه الزراعيه، لان حضرتك الزراعه وكل ما يلوز بها نشاط فقير، يعني الزراعه والتصدير الزراعي والتصنيع الزراعي كلها نشاطات فقيره حضرتك. نعم. معتمده حسب الدعم اصلا من قيمه الشغل. نعم. مش الدعم بالنسبه لها مربح كله او خلافه، لا. لا ده هو جزء كبير منه، ولكن نامل ان اكيد القياده السياسيه والناس اللي موجوده اكيد فاهمين هذا الوضع تماما يعني، وهيحاولوا يخلوا لكل واحد الطريقه اللي تمشي معاها. في ناس بتمشي معاها الكهرباء، في ناس عليها مستحقات للحكومه، في ناس ما عليهاش خالص. طيب اللي ما عليهوش خالص حضرتك هيشوفوا حكايه الصكوك اللي بتكلموا عليها دي، ايه الاليه بتاعتها، ايه التنفيذ بتاعها، وبعد كده حضرتك النظام الجديد الناس تبقى عامله حسابها في الشغل عليه. لكن النظام القديم فعلا الناس كانت بتحسب الدعم من قيمه الشغل محمود بيه. فربنا ييسر الحال، لان زي ما انت حضرتك قلت في البدايه سامعين حضرتك ان فعلا كل مفرش بصل او كل واحد بيصدر رقم واحد بيشيل سلعه الفلاح. نعم. رقم اثنين حضرتك بعماله بتشتغل، رقم ثلاثه عمره صعبه، يعني سلسله لا تنتهي من المنافع للبلد. ماشي. فكلنا بنحاول نحافظ على المصدر بشكل او باخر. والله يا حاج عز بعد اذن حضرتك، لو اكتفت مصر مما يفعله مصدر الحاصلات البستانية الصغار خاصة مصدر البصل فقط لا غير في تشغيل العمالة واستيعاب عدد كبير جدا من هذه العمالة تحديدا، زي ما قلنا دي عمالة لا تستطيع العمل بالفاس في الغيط، ولا تستطيع انها تشيل في المعمار، ولا تؤدي جهود شقة. انا جيت زرت المفارش دي عندكم وشفت المرأة المعيلة وشفت المرأة العجوز وشفت الأرملة وشفت الناس اللي ما يقدروش يشتغلوا الا الشغلانة دي، ودي بيوت مفتوحة. فلو الدولة فقط لا غير، يعني لو دول ما جابوش أي عملة صعبة من بره برغم ان هم بيجيبوا عملة صعبة، لو استفدنا منهم فقط في استيعاب هذا الكم من العمالة الهامشية المسكينة فيشكروا على ده، ولازم الدولة تدعمهم، مفيش كلام يعني. ربنا يبارك في حضرتك يا محمود بيه ويقدرك على الخير دايما يا رب. الله يكرمك يا حاج عز، واحنا عارفين جهودك طبعا لصالح المصدرين. ربنا يبارك فيك. لا ده المجهود مجهود حضرتك، وانت صاحب راي ورؤيه ووطنيه صادقه 1000%. ربنا يبارك. لكن انا رايي من رايهم يا حاج عز ليس تقليلا في المجلس التصديري، لكن لا يمنع ان انا ابقى ابن عائله كبيره جدا، لكن يبقى لي اسره متماسكه. تمام. يعني تعرف حقوقها وواجباتها. أنا أنادي من هذا المنبر بضرورة المضي قدما في تأسيس أو إنشاء اتحاد نوعي لمصدري البصل والثوم في مصر، ويكون له رئيس ويكون له أمين صندوق ومجلس إدارة، ويشهر إشهارا رسميا يعني حتى لا يكون اتحادا وهميا. طبعا تمام. أنا بشكر حضرتك يا حاج عز. ربنا يبارك لك يا محمود يا رب. الله يكرمك يا فندم، شكرا جزيلا.